مباشرة معنا السيد رائد خضر وهو رئيس قسم البحوث في إكويتي جروب للحديث فيما يتعلق بأداء الأسواق العالمية والسلع. أهلا وسهلا بك رائد. يعني دعنا نبدأ بمؤشرات الأسهم، الله يسعد أوقاتك، مؤشرات الأسهم الأمريكية التي سجلت حضور كبير ولافت في العام 2020 متجاوزة كل ما من شأنه أن يعكر صفو الأسواق، وقفزت حتى إلى مستويات قياسية وتاريخية. سؤالي، إلى أي مدى هي قادرة على أن تتماسك وتواصل بذات الزخم في هذا الربع من العام، خاصة أن مستجدات إيجابية أيضا طرأت على الأرض فيما يتعلق حتى باللقاح بغض النظر عن ازدياد عدد الإصابات؟ بلا شك نحن نشهد يعني استمرار فورة وارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية نظرا، يعني خلينا نختصر الإجابة بشكل سريع، بسبب قبول كبير من قبل المستثمرين وتوجه نحو هذه الأصول في ظل وجود يعني استثمارات الآمنة نوعا ما ذات عوائد منخفضة بشكل كبير وقد تكون أحيانا معدومة، بالتالي كان أمام المستثمرين التوجه نحو أسواق الأسهم التي تدر عائد في بعض الأحيان كان أعلى بشكل واضح. متوسط الداو جونز عوائده كانت أعلى من عوائد السندات لعشر أعوام، بالتالي بالنسبة للمستثمرين كان هناك سياسة تفضيلية استغلال بعض الارتفاعات التي حققتها الأسهم القيادية التي تقود الأسواق الأمريكية مثل أسهم أمازون، جوجل، وفيسبوك وغيرها من الشركات التي واصلت تحقيق ربحية واضحة وعدم اضطراب في ظل الأزمة. لكن يعني القلق الحقيقي هو أن يكون هناك اتساع في الفجوة ما بين وول ستريت والمين ستريت، ما بين أسواق الأسهم وبين واقع الاقتصاد الذي عندما تعرض في مارس العام الماضي إلى تراجعات بلا يقل عن 31% من النمو الناتج المحلي الإجمالي. صحيح عاد الارتفاع مجددا، ولكن لا يزال هناك يعني قلق من الستاغفليشن وقلق من أن مع كل هذه السياسات التحفيزية الضخمة يوجد ركود تضخمي، بينما ما يحدث حاليا في ارتفاعات في أسواق الأسهم إنما هو مرتبط بشكل أكبر بأنه لا يوجد بديل بالنسبة للمستثمرين. بالتالي مطلع العام القادم مع استمرار هذه السياسات التحفيزية ووجود أمل الفاكسين ويعني انتشار وتحقيق نتائجه بشكل أسرع في احتواء هذه الأزمة، إضافة إلى التوقف عن الإغلاقات الاقتصادية التي تكلف بشكل كبير الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصادات العالمية بشكل عام، هذا هو السبب الطريقة الرئيسية التي قد تبتدأ بها أسهم الأمريكية والعالمية ارتفاع ارتفاعات للربع الأول على الأقل من هذا العام بشكل واضح بنتيجة استغلال هذا الزخم الإيجابي والسياسات التحفيزية الضخمة والكبيرة جدا. نعم رائد، على ذات النسق يعني رأينا الذهب يواصل اللمعان في العام 2020 ويسجل أيضا حضور كبير، خاصة في ظل وجوده كملاذ آمن طارئ، على أقل تقدير لا نستطيع أن نقول أنه ملاذ آمن بالكامل، لكن الآن يبدو أنه مع ظهور اللقاح بشريات ربما ومؤشرات لتعافي اقتصادي مبدئيا قد تدور بالذهب وتجعله يتراجع، هل لا زال يملك عوامل الارتفاع؟ يعني هو عوامل الارتفاع موجودة بالنسبة للذهب، ولكن تفضيلات المستثمرين هي التي تحكم حقيقة مستقبل الذهب. كان من المتوقع أن الذهب أن إذا كان فعلا ملاذا آمنا بشكل مطلوب كان يجب أن يحقق ارتفاعات أكبر بكثير، ولكن ما حدث فعليا هي توزع الاستثمار بشكل كبير على الرغم من وجود الجائحة في انتقائية بالأسهم وفي انتقائية بالاستثمارات وأيضا تسريبات نقدية لأصول غير تقليدية مثل البيتكوين والعملات الرقمية وما إلى ذلك، سبب نوعا ما يعني بطء في عملية ارتفاع أسعار الذهب، ولكن الذهب حقق ارتفاعات نسبية واضحة جدا وكبيرة. بالفترة القادمة العامل المقيم الرئيسي لارتفاعات أسعار الذهب هو بقاء انخفاض الدولار الأمريكي أمام نظرائه، وبالتالي ارتفاع واضح في أسعار الذهب ممكن أن يحدث لقاء هذا الأمر. كلما كان الدولار الأمريكي تحت الضغط بنتيجة برامج تحفيزية أكبر، خطط تحفيزية أكثر من التي تم تمريرها، نحن تحدثنا عن
حوالي 3 تريليون دولار أمريكي تم ضخها في الأسواق كسياسات تحفيزية، وخطة ما يقارب تريليون الآن. بايدن يعد بمزيد من الخطط التحفيزية. إذن الخطط التحفيزية والأموال الرخيصة هي العامل الرئيسي المحفز لأسعار الذهب للارتفاعات في ظل وجود يعني التلبك نوعا ما في الأسواق فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية ما لم نخرج فعليا من أزمة كورونا والآثار السلبية عليها. بالتالي الذهب مرشح لمزيد من الارتفاعات إذا كان ذلك مقترنا بمزيد من الخطط التحفيزية. ونتحدث عن أنه القمة التاريخية للذهب يمكن اختراقها خلال مطلع تعاملات هذا الشهر، حتى الآن يوجد الزخم الكافي، وبالتالي الحديث هل نصل إلى 2500 دولار للأونصة بالربع الأول؟ جيد. دعنا أيضا ننتقل إلى النفط، يعني في الربع الأول من هذا العام على الرغم من تقليص ربما أوبيك بلس للإنتاج ب 500 ألف برميل، إلى أي مدى سيكون لذلك أثر سلبي على النفط أم أنه لا زال يملك ربما أدوات الارتفاع؟ يعني لفت انتباهي في التقرير السابق لهذه المقابلة كان في عندكم الحديث عن أنه النفط الأمريكي له تأثير واضح. طبعا له تأثير واضح في نقطة مهمة جدا، واللي هو الاستفادة من تراجع الأسعار وانخفاضات الأسعار ويعني في المواد أو في التكاليف الرئيسية لاستخراج النفط الصخري الأمريكي. بالتالي هو لم يتضرر بالشكل المطلوب عندما تراجعت الأسعار أو عندما تكون الأسعار في المستويات الحالية، لأنه هو يستغل فعليا تراجعات ضمنية التكاليف الضمنية للإنتاج، وبالتالي لذلك نشهد مزيد من افتتاحات منصات الحفر الأمريكية. على صعيد آخر، طالما يوجد هناك التفاؤل الإيجابي في الفترة المستقبلية مع وجود انتشار اللقاح بشكل أوسع وتطبيقه يعني توزيعه بشكل أكثر أوسع نطاقا في الفترة القادمة لمعظم اقتصاديات العالم، ممكن جدا أن تستفيد الآفاق الإيجابية لأسعار النفط بأن تحقق التوازن والاستقرار فوق مستويات الخمسين دولار للبرميل قبل أن تحقق طفرات بالارتفاعات بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا صراع على الحصص السوقية واضح ممكن أن يحدث ويتفاعل بشكل أكبر عندما يتجاوز WTI مستويات الستين دولار للبرميل. جيد. أنا أذكرك رائد خضر رئيس قسم البحوث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.